السلام عليكم، احنا من اهالي مجمع الميكانيك، نطلب من الله ومن الدولة تجي وتشوف هذا. طبعا المجمع لا مي لا كهرباء لا طبعا تنظيفات طبعا من كلها، وانه جانا مدير ناحية يساومنا لو افتح لكم هنا مجمع مالت مرضى، لو ماكو احنا هنا هسه يطلع هذا الولد يصور من عندها كلها، لا مي لا كهرباء لا طبعا تنظيفات، وبشر ياخذون من عندنا 30,000، المن نروح والمن طبعا نشتكي. لحد الان اليوم من 14 يوم ماكو مي، تحاكي هنا يقول لك روح انت افتح لك باب مالت مجمع. يلا شو اسمه زين تعال يا ابا اجمع فلوس، هذه جسه والله واير طق جمعه ومن عندنا على طبعا الف الف، اذا احنا لا راتب لا، واكثر شيء هنا عوائل شهداء و100 طبعا و80 شقه واضربها في 10. زين ما تصير هيك يعني، اذا ما عندهم ويقولون ذولا معرقين يعطونا جوازات سفر ويطلعونا للدول، نطلب اللجوء السياسي. والله العظيم ما عندنا هيك، هاي عوائل قاعده تموت، الدنيا هاي يعني كليتها راحوا، والقران اليوم عائله شالت هاي اليوم 14 ما عندها قطره مي. اذا طبعا وين نروح؟ لا مدير الناحيه يوقف لك، لا مسؤول ميكانيك يوقف لك، لا مسؤول سيارات يوقف لك، نخابر ابو اللجنه يقول والله روحي اجمع الواحد من العمال. زين لا جمعوا لي غاز وبنزين، مين احنا على هاي النيه؟ طلعونا ذبونا على الحدود وقولوا عوائل ما لها احد. نطلب اللجوء السياسي الى اي دوله، وخلي يطلع هسه اي واحد يروح لابو طبعا المجاري يجمعوا لي على هذا خمسه خمسه، هو بشهر قاعد يقصه كاك، اطلع شوف الزبل، شوف الدنيا، انه فتحوا لنا مجمع وبائي هنا، والله تعالوا ما نعطيكم مجمع شو اسمه اذا ان توافق، ما نعطيكم اي اذا ما توافقوا لي على باب من هنا نفتحها. وهي هنا 100 طبعا و80 شقه، واضربها في طبعا 10 ايش قد تطلع؟ ترى احنا تعبنا وملينا. ما يريدون يقولون يا بيت سافرونا على الحدود، ما لها داعي، احنا نطلب من الله ومن الكاظمي، يقدر ما يقدر يقول انا اتحيت عن المنصب ويطلع. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد بشاشه قناه الرافدين لسماع ارائكم ورسائلكم اللي تحبون توجهوها الى العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص. اي شخص يحب يتصل بالبرنامج، ارقام البرنامج تظهر اسفل الشاشه، عندكم هذا الرقم اول رقم مخصص الى داخل العراق، اضافه الى ارقام اخرى مخصصه الى داخل العراق وخارج العراق. اي شخص يحب يتصل بينا يقدر يتصل بينا على الارقام الثلاثه ذني او الرقم اللي طلع قبل شويه. ايضا عندنا رقم اخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفوه حاليا اسفل الشاشه مخصص لبرنامج الواتساب للرسائل فقط، انوه مره ثانيه للرسائل فقط، لا حد يزعل ما عندنا اذا ما استقبلنا اتصال على برنامج الواتساب. بدايه اليوم احنا بدنا نحكي عن العراق، العراق بكثير من المشاكل بهواية اشياء، وايضا البرلمان اقر قانون للاقتراض الداخلي والخارجي حتى يحلون الازمات، لكن هل هذا القانون صحيح ام لا؟ راح نسمع ارائكم. واول متصله بالحلقه اليوم أم مريم من الفلوجة، حياك الله. حياك الله أم مريم. انقطع الاتصال يا أم مريم، أتمنى ترجعين ونسمع رأيك. محمد من هولندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كريمة شريفة. تفضل أخوي. حبيبي فساد من 2003 موجود في العراق. نعم. الفساد موجود من 2003 في العراق. نعم. في كل الدوائر في العراق، الزراعي، الصحي، التعليمي. الفساد يعني السرقات هم اللي يحكمون العراق لصوص. فيقاسمون بيناتهم، العراق حاليا ما بي طرق مبلطه، ما بي مستشفيات، ما بي مدارس، ما تستطيع يعني مستلزمات الحياه الطبيعيه، يعني هاي الامور في اوروبا واحده ما ينفعش عليها. الماء، الكهرباء، الفساد مثل الأرض أخي، يعني ما في العراق أكل، وهم الأحساب هم أصل الفساد، هم قاسمين بيناتهم، ولحد الآن ما شفت مسؤول واحد حاسب من 2003، ولا واحد شفناه يتحاكم يعني مثل الوزراء السابقين والشهيد صدام، ما شفنا واحد بيهم كلهم، يعني كل هذا الفساد موجود ولا واحد يتحاكم، يعني ما في في العالم موجود يا أخي، يعني الفساد موجود، وحتى المحاكم العراق فاسدة، وسببها الأحساب اللي حاليا يموتون العراق بالكورونا. عزيزي هاي ملاحظة يعني هاجة عن برنامج، بس ملاحظة انه الكورونا حاليا قتلوا بها احمد راضي، قتلوا بها علي هادي، قتلوا بها الشعب العراقي، وصار الدفنة مال الكورونا الدفنة يدفنوها الشعبي 8000 دولار 8 ملايين اخي، بعد ما فلسوا العراق
وصار النفط وفلسطين ونص يعتمدون على قتل العراقيين بحجة كورونا، والأطباء يعرفون بهذا الشيء لكن مهددين. بس التنبه على هاي النقطة فيه. شكرا 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 لك اخ محمد. كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو عبد الله من البصره لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا. اما حاليا ويانا ام علي من بغداد، حياك الله. الله يخليك استاذ اسر، شلونك؟ هلا بيك يمه، شلون صحتك؟ الله يخليك. انا اشكر قناتكم الشريفه يا بعد عمري يا خاله. لا شكر على واجب يوم جدول قلبك استاذ اسر. انا عندي سجين بالشعبه الخامسه. نعم تسمعني؟ نعم. والله البارحة خابرني استاذ، البارحة خابرني والله العظيم يحلف يقول لي يمه وباء بالسجن ودن الناشد، حتى قلت له يمه ناشدوا قال ما ينطونا كلش دو ما يقبلون، تحشون اذا اكو وباء تتحاسبون. والله يا استاذ أبل. نعم انقطع الاتصال ويا ام علي. المشكله اليوم يعني رئيس اللجنه الماليه هيثم الجبور يقول انه العراق قدم على طلب 5 مليارات دولار كقرض خارجي من صندوق النقد الدولي، وقال انه سبب جائحه كورونا وتعطل الانتاج قدمت 141 دوله من بينها دول عظمى كفرنسا طلبات من منظمات دوليه للحصول على قروض، وهذا قد يجعل العراق لا يحصل على قرض تصل قيمته ل 5 مليارات دولار كما شرع برلمانيا وربما يحصل على اقل من ذلك. السؤال اللي ينطرح هنا، اذا فرنسا ودول عظمى قدمت على قروض لاول مره في تاريخها او في العشر سنوات الماضيه نتيجه جائحه كورونا، وهذه الدول موثوقة من قبل أو عندها ثقة مع الشعب وأكو ثقة متبادلة بينها وبين الشعب وقدمت على قرض، فما بالك بدولة أو حكومة ما أكو أي ثقة بينها وبين الشعب، فما بالك بحكومة انسرقت مليارات الدولة أمام أعينها وساكتة وتريد تقدم على قرض، فرح يطوها لو لا؟ أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هو بدل ما يقولون شغلة اقتراح، شو اسمه هذا، اقتراح خارجي واقتراح داخلي، ليش ما يجيبون الأموال العراقية المسروقة ومهربة للخارج عن طريق الانتربول إذا هم أشراف وصحيحين؟ بس هم كلهم حرامية من 2003 إلى الآن، الأموال العراقية اللي نهبت وسربت إلى الخارج في دول عربية ودول أجنبية، هاي واحد. بدل الاقتراض الداخلي والخارجي ليش ما يجيبون عندنا فقط في الخزانة الأمريكية 80 مليار دولار صار لهم كم سنة فوق العشر سنين، طبعا هذه دي يشغلوها بأموال برؤوس أموال مدورة ويربحون من عندها، المفروض ناخذها مع الفوائد. يقدرون يحكون ويا امريكا يقولوا لهم احنا نطلبكم 80 مليار دولار عفوا. لبنان احنا عندنا فقط في لبنان حوالي 50 مليار دولار، في سوريا 30 40 مليار دولار، في ايران، في تركيا، في غيرها. يعني هاي فقط الطلب، عدد السرقات. هسه افتهمنا الاقتراض الخارجي من دول معينه وصندوق النقد الدولي، لكن لحد الآن لم يوضحوا ما هو الاقتراض الداخلي، ما المعني بالاقتراض الداخلي. وطبعا معروف الاقتراض الداخلي هو اقتطاع رواتب الموظفين الصغار، هذول المساكين، يعني هذول السياسيين وأصحاب المناصب وأصحاب الكتل والتيارات وأصحاب الأحزاب يسرقون مئات المليارات من الدولارات واللي يدفعها الضريبة هو الشعب العراقي، وخاصة الموظفين البسطاء. كل ما اجى واحد وقال عندنا تقشف وخزينة فارغة وما عندنا، يا أخي إذا مو قادرين على إدارة البلد وتوفير الرفاهية للشعب العراقي اطلعوا شوية خجلوا استحوا على نفسكم. وعندي ملاحظة مهمة، قول. الشعب العراقي الرجال مالته مشهورين بالشوارب، ورا 2003 كلهم قاموا السياسيين يزينون شواربهم، هذا بعد ليش يحلف؟ وشكرا. شكرا لك ابو زينب. ابو محمد من بغداد حياك الله. السلام
السلام عليكم، شلونك استاذ رفل؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. استاذ رفل، بس اريد مرخصتك عاقب على المرحوم احمد راضي الله يرحمه وعلي هادي. وبعدين العراهية هاي هم تشمل العراق. هذول الناس رياضيين وكل شيء ما بيهم طبوا المستشفى، طلعوا ميتين. وهاني اشك 90% هذول انقتلوا قتل. زين؟ نعم. لان ذول رياضيين والجسم الرياضي يتحمل. يعني نعم. جسم الرياضي يتحمل. لو كورونا انفلونزا عادية يعني يطيب منها. شنو يطب مشي؟ هذا علي هادي الله يرحمه طب مشي راح يركض للمستشفى. نعم. وطلع ميت. زين شنو احمد راضي طب للمستشفى كل شيء ما بيه يطلع ميت. شغله مقصوده ومبينه ذي شو وينه. اقتلوهم والله طيب. ينعلهم دنيا واخره. ومو بس هذول، شكو واحد مواطن عراقي يروح يطب المستشفى كل شيء ما بيه يطلع ميت. فعمي يعني حذر الشعب العراقي يرجع على الاعشاب القديمه احسن. يروح على المعشب القديم احسن ياخذ علاج ويطيب. انا اقول لك يطيب. هاي العلاجات كلها امراض جابوا لنا اياها من امريكا ومن العملاء ومن ايران. فعمي انصح الشعب العراقي يرجع على الاعشاب القديمه احسن. هذول الحكومه هم يقتلونك، هم يموتونك. زين؟ وهاي المستشفيات 24 ساعه طب المستشفى. الدكتورة شايلة التليفون وتقلب بيه، الدكتور شايل التليفون يقلب بيه، يعني ما دايرين بال أصلاً للوراجع، ما دايرين بال. أنا على أبو التليفونات لابد جاب التليفونات علينا، لو أكو دولة صحيح يمنعون شكو جهاز تليفون الطب داخل الدائرة، لأن هاي لهت 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 لهتهم عن العمل مالهم الأساسي. هسه أنا أطلب الرئيس الوزراء هذا البوع التامري يمنع شكو موبايل يطب داخل المستشفيات وداخل المدارس وداخل الكليات. هذا اساس البلع بالعراق. يعني ما يخلي واحد يشتغل عدل. ما يصير هيك. لازم الدوله تنطي قوانين. المواطن اللي يجي مريض لازم يقفونه، لازم يعاونونه، لازم يعالجونه. مو يروح يركض ورا الابره، يروح يركض ورا العلاج. ما يصير هيك. هاي مو دولة هاي. نعم. هاي مو دولة، هاي عصابات ومجرمة وناوية على قتل الشعب العراقي. والله يا أستاذ رفل ناوية على قتل الشعب العراقي واحد تلو الآخر. زين؟ نعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شو نسوي احنا بالحالة هاي؟ نعم. شو نسوي أستاذ رفل احنا بالحالة هاي؟ طلعنا مظاهرات قالوا أنتم إرهابية. يقتلوا الصواريخ والطائرات. وسكتنا احنا همنا ميتين. شو نسوي هسه احنا الشعب العراقي؟ شو نسوي؟ نعم. شو نسوي؟ يعني شو نسوي؟ اكو وسيله نخلص من دولة؟ شنو الوسيله؟ نعم. ماكو وسيله نخلص من عندهم، الا رب العالمين يسوي زلزال عني وخلي نهينا احنا وياهم، خلنا نخلص. لان احنا خلينا نموت وهم كل شيء ما بيهم. متونسين واكل وشرب ودولارات واحنا واقعين فيها. ولا واحد من عندهم صار يجيك كورونا. الكورونا بس من المقاديد والمساكين وشكو واحد يعطي كلمه حق يقتلونه بكورونا وغير كورونا. واشكرك انا استاذ رفل. شكرا 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 لك ابو محمد. ام حسين من بغداد حياك الله. أم حسين تسمعيني؟ يبدو أنه انقطع الاتصال يا أم حسين. أبو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك أمي أسد، يحفظ قناتكم الشريفة الرافدين والرافدين على قلوب العراقيين. الرافدين هم يعني المحبة العراقيين ابن أسد. يعني شوف مستشفيات ما عندهم أكسجين. يعني هاي ثروات العالمية ضربوها وباقوها مليارات دولارات، باقوها من أجل الكافة حتى اليوم ابن أسد
ما عندهم اكسجين بالمستشفيات. يعني احنا شو الفخم؟ شو نقوم؟ شو نقول؟ شو نحكي على الفقراء العراق اذا اكسجين ماكو في المستشفيات؟ لانه هذول قصدا عمدا بقتل العراقيين، بقتل العراقيين عبد الاسد. والله العظيم هذول السياسيين غير، والله والله الكفراء، الكفراء ما رب العالمين اشرف من عندهم. يعني ما عندهم لا غيره لا شرف على شويه ابن اسد لا ترفع الخط عليها. ما عندهم شويه غيره على العراقيين. هذول بس ممتلين بالبوت بالملايين، النفط غير النفط، خارج العراق داخل العراق، ممتلين ويا ايران وغير ايران ويا امريكا. بس شوف اليوم الشعب العراقي شلون يموت موت بطيء. السجين ما عندهم. نعرف الله يحييكم، نعرف الله يعيد على الحكومه، نعرف الله يعيد برلمان، نعرف الله يعيد دستور. جابونا هذول كفره وكفره. يعني شبابنا متظاهرين يموتون بالشوارع، الكورونا ياكلون قلوبنا، اكسجين ما عندهم. ابني اسد، ابني اسد عليك الله جاوبني، تقبلها انت؟ تقبلها مستشفى ايش كبرى؟ اكسجين ما عندهم على المرضى في الكورونا. لا هذول يقصون يعني قصد. نعم نعم. يقتلون الشعب العراقي. ابني اسد والله العظيم بالقران العظيم ابني اسد. هذول قصد جابوهم على العراقيين، يقتلون بالعراقيين من 2003. ايش قد مهجرين ابني اسد، ايش قد قتلى، ايش قد يعني من 2003 ايش قد، ايش قد قتلى جامع جوامع و والله ما اقدر احكي. والله العظيم قلبي صادق علي ابني اسد. اشكرك. شكرا 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 جزيلا لك ابو زكريا. ابو حسن من بغداد. أفل. السلام عليكم. الله يبارك فيك. يبارك بعمرك يا اخوي افل. اخي افل، هم دول فيروس، يعني فيروس قاتل مدمر. يعني هم سووا العراق، هم لما يقترضون من الدول يعني ما يستحون. هالمنافذ الحدودية الخيرات ما العراق كلها دمروها وبوق وسرقة ونهب. يعني ولازم نبلغ الدول اللي تبقى قروض. ترى إذا صار يوم من الأيام ونزحوا ذول الحصالات، احنا ما لنا شغلة بالديون مالتهم. مين أخذوا الديون؟ من اللي سلموا الديون ياخذوها منهم؟ مو يعني مو يعني هم جابوهم، هم جابوهم لقتل العراقيين. مو اليوم صار 17 سنة هم مبرمجين على قتل العراقيين. بعد مره بالمستشفى عنده طفل بالمستشفى حليب ما عنده تروح تتوسل بالناس. هم هذول عندهم غيره وشرف؟ ما عندهم. هذول جايين تدمير العراق واهلاكه وجعله وباء، بؤره وباء. هم هذول هم الفيروس. يعني بشريه هذول يعني بشر واحد من مره كل مره واحده تحكي وياه يستحي، بس هذول مره مرتين 10 100. فهذول هم كفره. يعني اذرع ايران واسرائيل بالمنطقه. وصدق هم هذول فتنه فتنه. يعني الشعب كان واحد ومتاخر ومتالف، خربوا كل شيء جيد بالعراق، ما خلوا صناعه زراعه، وجابوا له الاوبئه والمخدرات والفساد حتى الغيره ما عندهم. ما عندهم يا اخي، يا اخي مره 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 تدور على حليب لطفلها ما عندها، حتى خبرت رجلها قالت يا رجال ما عندي حليب بالمستشفى. قال والله ما عندي، من اجيب لك؟ ولو ما تتوصل بالصيدلي يعني كنا موجودين دا اعطيها. قال لا ابو صديق انا راح اعطيها. يعني دول بيحسوا على نفسهم غيره ماكو. يعني هاي الخيارات كلها تروح لمن؟ منافذ الحدوديه، الضرائب. يعني اكبر مثال قبل كم يوم جت ورقه مال الكهرباء، يقول من 2015 تم دافع، وانا 2015 منطي مال الكهرباء وجايتني 500,000. صدق كذب؟ يعني اقول له انا عندي ورقه هذا دليل. يقول والله ما لي شغله. يعني فد ناس كفره وسراق ولصوص. حتى امريكا مشتركه، اما امريكا هي دوله لصوصيه وجابت دول المرتزقه مالتهم في سبيل يأذون العراق. يعني سوينا ابتلينا شو ايران، طبت على الاردن، العفو طبت على اليمن، على سوريا، على لبنان، على العراق، اشو ما سووا لها.
اكيد هاي اتفاقيه على العرب وعلى الاسلام. هو قال الحرب صليبيه هي حرب صليبيه وبيبيدون الشعب العراقي. نعم. وبقى بس رحمه الله بعد. نعم. شكرا 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 لك ابو حسن. ام حسين من بغداد رجعت لنا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بيك يما تفضل. الو. الو تفضل يوم. ام حسين تسمعيني؟ يبدو أن الاتصال ويا أم حسين انقطع. لكن السؤال المهم اللي ينطرح الآن أنه لما انطلع هيثم الجبوري وقال أنه رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية عفوا أو رئيس الوزراء يريد يقترض من المنظمات الدولية أو من صندوق البنك الدولي 5 مليارات دولار، يعني هل الخمس مليارات دولار هي الحل للأزمة الحالية وبحيث أنه الخمس مليارات دولار إذا اقترضها العراق راح تنحل أمور الناس؟ زين، أكو حل ثاني، عندك هواية انهزموا بفلوس عراقية وهربوا وسرقات وأنتوا تعرفوهم كل زين. عندك النصراوي محافظ البصرة السابق، عندك عبد فلاح السوداني وزير التجارة السابق، ووزراء آخرين على مسؤولين على مدراء عامين أنتوا تعرفوهم كل زين، هربوا بمليارات الدولارات وبأرقام أكبر من الخمس مليارات دولارات. رجعتوا فلس من ذني الفلوس، جبتوهن زين. إذا أنت اشتغلت هسه على إعادة أموال العراق المسروقة، إيش قد راح تدخل الخزينة العراقية؟ الأموال هاي ما راح تفك الأزمة بدون ما تقترض يا أستاذ مصطفى الكاظمي أو محمد حلبوسي، وبدون ما تندار على المواطن البسيط وعلى راتبه. زين، إذا تريد تستقطع من رواتب الموظفين، هل هذا الأمر راح يجي عليك وعلى برهم صالح وعلى محمد حلبوسي وكافة الوزراء والبرلمانيين؟ لا، بس على الموظفين العاديين والمتقاعدين. إذا الأمر ينحل بخمس مليارات دولار فأنت تقدر ترجعهن بتليفون، بس ترجع أموال العراق المسروقة. زين، اللجنة البرلمانية تقول أكو عجز بالموازنة المالية للعامين المقبلين سيبلغ حوالي 20 مليار دولار. أي إحنا بعدنا ما طابين بال 2021 و 2022 بشرتنا اللجنة المالية البرلمانية أنه أكو عجز. يعني أنتوا تردون توصلون العراق إلى الإفلاس؟ هذا البلد اللي يعتبر من أغنى بلدان العالم بالموارد وبالمعادن. برنامج صوتكم متواصل وياكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. محمد الحلبوسي اللي هو مصدر القرار بالمجلس النواب، اللي ندري انه القرار مال العفو العام اللي مال 2017 رقم 27 اللي اقره وما طلع منه غير اربعه ما ادري خمسه وتوقف. على شنو توقف؟ بحجه عفو عام، بحجه الكتل حزب فلان وحزب علان واولاد نصارى تجاره ضحيه لهم وتجاره. سيدي احنا ترى العراقيين كلهم اذكياء وما ضل شيء بعد مخفي. احنا هاي الديمقراطيه اللي جيتوا بيها خلت العالم كلها تفتحت، مثل ما يقول ابو المثل باللبن، كل العالم تدري اولادنا صاروا مصدر رزق للاحزاب. للاحزاب مستفادين منهم. ليش احنا مستعدين ندفع فلوس وطلعوهم؟ ندفع لان ما ضل عندنا شيء بعد. منين نجيب العالم؟ ما ضل عندنا شيء بعد. حياكم الله من جديد ببرنامج صوتكم مشاهدينا الكرام. معنا اتصال من بغداد. ام محمد حياك الله. شلونك عيني استاذ محمد؟ هلا بيك يما. شلونك بعد؟ نحمد الله. الوضعيه متدهوره وهم ما دايرين بال، طبعا هم ما دايرين بال بالشعب، لا دايرين بال ولا ابد، قاعدين ومرتاحين وكلها تروح بالطيارات ومرتاحين. شنو ما هو؟ واحمد راضي ترى ما مات بكورونا، احمد راضي جوي عليه بالليل ضربوه وراحوا
ضربت الاحزاب اخرى وراحوا. نعم. قال اقول لك يا استاذ محمد ضربوا اخرى بالليل وما حد خلى يصب عليهم، ضربوا اخرى وراحوا للاستاذ احمد امان الله ورسوله، ضربوا اخرى الاحزاب. نعم. زين. حايرين بينا هم؟ لا حايرين بينا ولا ابد، الحزبوسي اساسا هم ديال ايران. لا حد يناشده. لا حد يناشده، هو ديال ايران، هو تابع لايران اساسا. هو تابع لايران، بعد ماكو. زين؟ هو تابع لايران، لو ميت لو يوقف منا بعد شهر، شهرين يوقفون الجبال الخضراء ما صار لهم شارس. السجن بيد الاحزاب بيد المنيشيات، الا خان اللي يوقع يعطي قرار يلا يطلعون السجناء، لا يستعدن ولا يستعدن ولا يرحن ولا يدن، كلها بيد خامنئي. واحنا يوم على يوم تزيد الحالات مال الكورونا وما نسوي لنا شيء، لا اكسجين لا مغذيات، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو استاذ محمد. زين يعني ما صايره ولا دايره. نعم. يعني شلون 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 هذول هذول يعني ما يستنعون ما ينقلعون، يعني شلون احنا فيهم؟ نريد نعرف. احنا ان شاء الله قطبة ايامهم احنا طالعين طافيين للخضره، ما نريد لا رواتب ولا فلوس ولا اي شيء، نريد يسقط النظام جذريا استاذ محمد، كل شيء ما نريد منهم. زين؟ ما نريد اي شيء منهم، ليش يسوون شيء؟ وهم اساسا من الاساس ما يسوون شيء. شو مسوين؟ يلا شو مسوين؟ باللي راحوا على الساده احمد وضربوه احمد راضي، ضربوه امه. ضربوه امه طيب. وقتلوه خلاص الاحزاب قتلته. نعم نعم. شلون قتلوا؟ قتلوا طارق وقتلوا رشيد وقتلوا رد الحسني وقتلوا ابو عصام. قتلوا احمد راضي وش اسمه الاخر رياضي هم ناس قتلوا. زين؟ كلهم قتلوهم. يردون يخافون الشعب، يردون يسوون بيه الشعب رعب. واحنا الان الرعب بعد. ساسي عاد بلدرين من 2003 بلدرين وبالكنفشات ويذبون ويحطون نسوان وزلم، بعد ماكو خوف، الخوف انتهى. احنا طالعينهم طالعينهم طالعينهم. طيب. استاذ محمد طالعينهم طالعينهم مقابل الخضراء ولا الزيوت على روسهم. ما اريد لا راتب، كل شيء ما اريد منهم. خلي يطلعون من العراق والحزبوسي خلي يحترم نفسه. الحزبوسي خلي يحترم نفسه. وكيد يشكل هاي ام الشرقيه البدايه اسمه الكاظمي. ما اريدها، هاي هم ما اريدها. كلها تو عن ايران. واريد العلم الايراني ينشال من الحدود. العلم ينشال من الحدود مالتنا، ما اريدهم. ما اريدهم. تنسد الحدود الايرانيه نهائيا ما اريدهم. كاسعه. نعم نعم. قاموا يضربون عمر ويموتون بالعالم. نعم شكرا 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 لك ام محمد. ومعنا من بغداد ايضا ام عبد الله، حياك الله. حياكم الله. قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضلي اختي. جمعه مباركه عليك وعلى قناتكم وعلى كل شريف عراقي. يبارك بعمرك يا رب. الله يبارك فيك. استاذ صار لنا 17 سنه، يعني هاي الاخطاء ما احنا نتعب بيها، وكان المفروض احنا ليش ننتظر 17 سنه؟ كان من اول سنه، من ثاني سنه، من خمس سنين، من شفنا مسار الدوله غير صحيح، يعني المفروض كان الشعب يهب ضد هاي الدمر الفاسدة، صح ولا لا؟ لأن إحنا شعب أستاذ مع الاحترام للشرفاء، شعب إن إحنا عندنا ازدواجية في الرأي، يعني لازم إحنا من يغل بيجي لازم نصفق له ونعبد أهل السلطة وأهل الجاه. فكل شيء ما سوونا، يعني حتى بالقرآن يقول إنه يعني تثبت على وجود 9 أشخاص في العراق، وهذا مذكور بالقرآن، كانوا في المدينة 9 يشدون في الأرض ولا يصلحون، ومبينين هم رؤساء الأحزاب وهذول رؤساء رئيس الوزراء واللي يجي واحد من بعد الآخر. أستاذ أنت قلت حكاية حلوة، قلت إنه يستطيع الكاظمي بشرطة قلم إنه يرجع أموال الفاسدين. يعني ليش هو ليش ما يقدر؟ لكن هو الضغط اللي هو زور ترى ولا يقدر ينفذ اي خطه واي شيء اللي صح، لان نخاف، لان هم جابوه. فيقول لك انا شلون راح اسوي؟ بنشوف انه اكو مباحثات مع امريكا، واحنا نبقى مع امريكا ولا نبقى احنا كشعب
انه نتفق ككتله واحده انه نرسم مسار السياسه مالتنا. بالاضافه الى هذا استاذ، يعني حتى في زمن السابق من كانوا يسمون عن المعارضه، يسالون عن المعارضه شنو وضع المعارضه، يقول لهم ترى هم ناس حراميه صداع، وبالفعل يسوي صداع وحراميه ضاقوا الشعب واحنا صفقنا لهم. استاذ عند الفرس الثاني عنده 130 مليار بعد نور المالكي، زين هاي الفلوس منين جابها؟ من بيت الخلفور؟ لو كلها فلوس الشعب العراقي. المسؤولين اقل واحد عنده 30، احمد بن نوري عنده 15 ولا 16 مليار، منين جاب هذا؟ كله من حب من قوه الشعب وذل الشعب. استاذ اذا الى متى احنا راح نبقى هذا الوضع؟ حتى اللي هسه يريد يطلع من العراق نتيجه الكوارث، نتيجه الكورونا، لازم يكتب تعارض يقول لك انت اكتب تعارض ما ترجع للعراق الا بعد ينتهي كورونا، يعني هذا دلاله على انه انت اذا بقيت بالعراق راح تموت، واذا تطلع خارج العراق راح تتوقع انه عدم الرجوع، يعني معناها هاي خطه امريكيه ايرانيه اسرائيليه هي تشتيت الشعب العراقي. بالاضافه الى هذا احنا صفقنا للمعارضه، المعارضه سوت لنا، الحكومه سوت لنا، ما سوت شيء، جوعت الشعب العراقي وشبعت الشعب الايراني، ذلوا الشعب العراقي ورفعوا قدر الايراني، قتلوا العراقي، صغروا البلد، يعني ماكو كرامه ولا اكو بلد ولا اكو سياده، يعني حتى انه السفاره الامريكيه العفو حتى ايران يعني وقال انه ما عنده سفاره في اسرائيل، لا عنده سفاره في اسرائيل وهي تحت شعار الصداقه الايرانيه الاسرائيليه، كلها يجتمعون في سبيل القضاء على الشعب العراقي والقضاء على المقاومه الدوله الوطني العربي والقضاء على المقاومه العربيه اذا كانت عراقيه واذا كانت سوريه واذا كانت في اي دوله اخرى، هاي المسميات كلها كغطاء، كلها في سبيل تدمير الشعب العراقي. فاحنا اذا ترى بقت كورونا احنا ميتين، واذا ما نطلع مظاهرات ترى احنا في كل الحالات راح ندفع دماء، فليش ما نطلع؟ ليش ما نسوي هجوم على المنطقه الخضراء؟ ليش ما يعني الى متى احنا راح يبقى الرواتب المتقاعدين او رواتب الموظفين 40 يوم؟ يعني معناها لازم حتى برنامج يخلوها بدل من 30 شهر شهر 30 يوم يسووها لازم رزنامة جديدة حكومة الأربعين، حرامي يعني إلى متى هذا الوضع؟ والله ما أعرف، هذا بقى على الشعب العراقي وإحنا لازم نغير وضعنا ونغير آرانا ونثبت على كلمة واحدة. وتحياتي لك. شكرا 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 لك عبد الله. محمد من السماوة حياك الله. السلام عليكم أخي العزيز، تحية لك وتحية للرافدين. حياك الله اخويا، تفضل. اخي العزيز أفل، نعم، ان السياسيين من الامراء والوزراء ومجالس النواب والسفراء والمدراء يفضلون ويعشقون برميل النفط وليس برميل الديمقراطيه العزيز. اللهم اعنا عليهم وعلى من والاهم من المقطمين والدائحين، واجعل نفطنا يا عزيز يا جبار نارا زقنبوتا ياكلونها في بطونهم، فهو حقك يا رحمن ان العراقيين يحبون لوحه فائق حسن وشعر بدر شاكر السياف وتماثيل محمد غني حكمت وهدف احمد راضي وصوت حسين نعمه والملحن طالب القرغلي وتمثيل حمود الحارثي وتفسير طه باقر وتشخيص علي الوردي وشعر مظفر النواب وبحات داخل حسن. وشكرا لك يا أخي العزيز. شكرا 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 لك أخ محمد. خبراء اقتصاديين يقولون أنه التحقيق يعني يدعون إلى التحقيق في اختفاء نحو 36 مليار دولار بعهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يقولون الفائض في ميزانيتي 2018 و2019 وصل قيمته إلى 36 مليار دولار، اختفت ولا أحد يعلم مصيرها 36 مليار دولار، ويجب أن تشكل لجان للتحقيق والمعرفة أين ذهبت هذه الأموال. إذن يعني إحنا مو بس عندنا الفاسدين اللي انهزموا بزمن المالكي والجعفري
والعبادي، لا عندنا عادل عبد المهدي همينا بزمنه اكو 36 مليار دولار انشفطن. ابو رضا من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل اخوي. شلونك استاذ افل؟ هلا بيك اخوي. شلون صحتك؟ هلا بيك. اخوي هذول والله ما يصير لهم شاره، ما يصير لهم شاره. ما يصير لهم شاره، والله تعبنا يا استاذ افل، والله تعبنا، والله ملينا. والله ملينا يا استاذ افل، ملينا والله العظيم ملينا، تعبنا. خلي العراق خلوه يجدي، العراق خلوه يجدي. نعم. قاموا يجدون استاذ افل، قاموا يجدون. قاموا يجدون والله العظيم قاموا يجدون من الدول، فشلونا فضحانا فضحانا استاذ افل. احنا العراقيين، احنا العراقيين، العراق هذا ابو الخيرات. العراق ابو الخيرات. نعم. الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، الله لا يوفقهم، الله لا يرضى عليهم. مع حق محمد وال محمد، الله لا يوفقهم. نعم. يبدو ان انقطع الاتصال مع ابو رضا من كربلاء، شكرا جزيلا لك. عندنا من بغداد ام ازهار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. أنا أقول للكاظمي، أنت يعني أنا يمكن قبل كم ملاحظة قلت إذا أنت شاطر وإذا أنت قوي تلزم اللي بادوا هذا الشعب، مو تقترض. احنا ما نريد الديون تصير في العراق، العراق كافي الناس تبوق وهو يداين لاجل الناس التافهين يبوقون حتى يعيشون، حتى اموالنا بالخارج يلعبون بها لعب. انزم هذول، اول شيء عادل عبد المهدي اللي سرقك، وهذا عادل زويه، عادل هو زويه البنك، ما زويه باقه بعد الدولة ما يبوقها. عندك المالكي، عندك العبادي، كل الحكمة من 2003 إلى هسه هم حرامية، وكلهم هسه كلهم عندهم أموال بالبنوك الخارجية يلعبون بها لعب بأموال ودماء البصر، دماء العراقيين. والعراقيين نادى يموتون، الناس تقدي، ناس يعني شرف، ماكو غيره، ماكو. النسوان بالشوارع مليانه تقدي، ما عندها لقمه تاكل، ها تقول عندنا يتامى، وهذا تقول ما شنو، لا شنو، وينكم اهل الجاه؟ وينكم هاليتامى اللي خليها تقدي؟ ها ما كافيكم بوك؟ يعني اذا انت انا اقول للكاظمي، انت رجل مخابرات وتعرف كل الزين الحراميه، اذا انت رجل قوي وتقول تريد تنجي العراق صدق وتريد تحفظه من الايدي الحراميه، فاضرب باليد القويه والشعب وياك، الشعب وياك. احنا نريد الرجل القوي في المكان الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. ما نريد بس مقالات، بس حكي. احنا يوميا يطلعون يحكون حكي، حكي فاضي. كل يوم يقعدون يحكون راح نخسر الضحى. عيب، عيب. العراق عمره ما قده، عمره العراق ما مد ايده لحد، هو انطى. انتم بوجودكم من 2003 لهسه خليتوا العراق يبقى بهالشكل يقدي لاجل ايران. طيب. واسرائيل وامريكا. جيب الاموال الموجوده عندنا، عندنا اموال هوايه بالخارج. نعم. جيب اموال المالكي اللي دا يفتح بها ابنه، وجيب اموال البقيه كلها. نعم. شكرا لك ام ازهار. انتقل الى رسائل الواتساب.
السلام عليكم، اسف اخي، يوميا دا ادز رساله بس والله قلبي محروق على اخويا بالسجن الناصريه، صار له 13 سنه والله ما نعرف اخباره. هذا نور عيني اخويا، حرموني منه، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا رئيس الوزراء. الله اكبر، اني ام انس وطالب باخويا. رساله اخرى، احمد وسام ناصر الغنام قائد عمليات الانبار هو سبب انتشار كورونا في المحافظه وارباك الوضع في محافظه الانبار بسبب اخراج عوائل الدواعش بسبب ما راح تصفى المحافظه. تحيه حب واحترام لقناه المفضله ولك ايها الغالي افل، مشتاق لكم والله، دمتم مبدعين واوفياء للعراق وشابه. تحياتي حيدر العامري من ذيقار قضاء الفهود، حياك الله اخويا. السلام عليكم، هذه الحكومه الفاشله قتلت كل شريف ويتكلم بالحق، منهم احمد راضي وعلي هادي والمتظاهرين، لكن يوم 30 حزيران جاي والكل الشعب العراقي لازم يشارك، واولهم المشجعين لكره القدم، كل الشباب والشابات، حتى نقلع كل الخونة أتباع أمريكا وإيران. التوقيع حسام، حياك الله أخويا. السلام عليكم، تحية لقناتكم الكريمة ولشخصكم الكريم. أحمل الما يسمون حكومة عراقية بقتل أحمد راضي وهادي وأحمد بالكورونا وقتل الشعب العراقي أيضا، وطالب قناتكم الشريفة بالتحقيق في قتل أحمد راضي وعلي هادي سامي من هولندا. السلام عليكم، أنا أم يوسف، عندي ابني من 2004 معتقل بسجن الطوبتشي ببغداد، صار له 5 سنوات معتقل. ابني مواليد 2004 وصار له 5 سنوات معتقل، هيمة حرامية يفرجون عنهم، حسبي الله ونعم الوكيل والله ينتقم منهم الحكومتنا. أستاذ أنت تحكي على ميزانية، هم حرامية والله، حتى فلوس السجناء اللي نحولها لهم يبقوها، هم حرامية ويبقون ويقولون انسرقنا. أنا أم حسين، السلام عليكم أخي، هاي الحكومة حرامية، إيش قدموا للشعب العراقي ومن غير القتل والتهجير أم زينب. السلام عليكم أستاذ أفل، أمريكا وإيران سلموا رئاسة وزراء للمالكي من 2003 لغاية الآن لغرض تدمير العراق وسرقة خزينة الدولة، فهذا المجرم نوري المالكي يريد تدمير الإسلام والمسلمين في العراق، فهؤلاء علاوي والجعفري والعبادي وعبد المهدي والآن الكاظمي هم دمية بيد هذا المالكي وهذا المجرم ينفذ أوامر أسيادة. لكم تحياتي أبو عمار من السويد. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب مع حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، خلي يحسون بأهالي المغيبين اللي ولدهم مغيبين، يعني ما يحسون بهم وبفراق أولادهم، حسبنا الله ونعم الوكيل والله أبرياء. أنا أحمد من صلاح الدين بيجي، قرية البطعمة، استحوا يا نواب السنة، 70 نائب يخافون على مصالحهم الشخصية، طالبوا بالعفو العام، بلكت الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء، فرح الأمهات والزوجات، الله أكبر عليكم، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، يا الحلبوسي وينك، مو أخوانك السنة وخواتك، ضاقن المر مع الأسف عليكم، أنتم تحكمون العراق العظيم. السلام عليكم، وياكم أبو علي من المحمودية، الله أكبر، صار لي 5 أشهر ما شايف ابني بسجن، انحكم 10 سنوات وهو الكبير مال البيت مالي 96 بسجن الكرخ، صار بيهم كورونا، يعني ما يخافون على شباب المظلومة، بالله افتهمنا ماكو حكومة ومتنا من الجوع ومن الحكومة هسه كل شيء مرين، بس خلي طلعون سجناء الكاظمي، اسمعنا رحمة ربك، مو ولدنا راح تموت بسجون، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا الحكومة. السلام عليكم، أرجو قراءة رسالتي، تم حجر 260 فما فوق في كل من سجون عراقية وكلهم إصابات مؤكدة ولا يوجد تعقيم، وكاتلهم الوسخ والجرب وارتفاع درجة الحرارة بين السجناء وحالات اختناق كثيرة، ولدنا انصابت بكورونا وحال الضيم حالهم. الناشر قناتكم الشريفة توصيل حقيقة دخول الوباء في جميع السجون إلى كل من يستطع التدخل لإنقاذهم من السجون، لأن ما يحدث داخل السجون جريمة بشعة بحق الإنسانية. نناشر قناتكم بفضح ما يجري داخل السجون من ظلم ومعاناة وتعذيب، ولكم جزيل الشكر. الأمريكان قدموا للكاظمي أسماء 1353 شخصية من وزراء وقادة أحزاب وميليشيات ونواب ومحافظين بحوزتهم $1,180,000,000,000 وطالبوهم باعتقالهم، أين هو وما هو مصدر هذا الخبر؟ السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، الإدارتين في العراق المدنية والأمنية في خدمة دول الجوار والاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني وأعوانهم، هذا ومن خلال متابعتنا للوضع في العراق بعيدة الإدارتين كل البعد عن خدمة العراق وشعبه، علما أن المسؤولية تقع على عاتق الجامعة العربية لأن العراق عضو فعال في الجامعة العربية، وقبل هذا شهادة سيدنا عمر قال العراق جمجمة العرب، تتحمل المسؤولية الجامعة العربية، والله يمهل ولا يهمل، غدا لناظره قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.
أطالب بنصرة المسلمين في المحافظات العراق الغربية. ورسالة أخرى: تحية واحترام لقناتكم المفضلة، أخوكم حسين الإزيرجاوي من بغداد، حياك الله أخوية. السلام عليكم، زهراء من العمارة. كذب علي هادي ما مات بمرض كورونا، منطينا أبر وموتوا لأن حكى على الحكومة. مشاهدينا الكرام، القضية وما يحصل في العراق من فساد إلى فساد أكبر. نذهب إلى قطاع الصحة نجد فيه فساد، نذهب إلى الزراعة فساد، نذهب إلى الصناعة فساد، نروح للتربية فساد، نروح للمدارس فساد، بكل مكان وين ما نطب هسه بأي جانب من جوانب الحياة في العراق راح نلقي فساد مستشري نتيجة هالحكومات اللي موجودات بالعراق، نتيجة من وصل إلى الحكم من 2003 إلى اليوم. من 2003 إلى اليوم سمعنا وسمعنا بسرقات بمليارات الدولارات. أكو واحد من المسؤولين تقدم للقضاء؟ أكو واحد من المسؤولين تقدم للمحاكم؟ أكو واحد من المسؤولين اللي باق وانهزم قدروا يقولون هذا بفلان مكان وراح نطالب به ونطالب الانتربول ونطالب بأموال العراق وأموال الشعب العراقي؟ لا. لو كان هذا يعني هذا الشيء اللي صار، عبد فلاح السوداني وزير تجارة باق وانهزم، لو وزير تجارة دولة محترمة مثل فرنسا ولا ألمانيا ولا أي دولة، دولة محترمة تحترم نفسها كحكومة مو كشعب، أنا داعشي كان تلقوه ثاني يوم معلق. اليونان اللي بيها بلاوي مشاكل وعدها عجز مالي كبير، وجدوا فساد بأحد الوزراء، شعب شاله وشمره بحاوية الزبل واستقال. البرازيل البلد الفقير بالنسبة إلى العراق، إذا صار فساد بيه راح تلقون الشعب إلى وقفة والحكومة إلها وقفة. العراق هذا اللي بيه خيرات وبيه بلاوي تقدر تغني الشعب العراقي إلى أبد الدهر لو كانت أكو حكومة صحيح. حكومة بدال النفط عندنا مليارات الفلوس نقدر نحصلها من موارد ثانية، من زراعة إلى مي إلى صناعة إلى تجارة إلى زئبق إلى تمر إلى كل شيء. لكن الحكومة العراقية ايش قدمت للشعب من 2003 لليوم؟ شنو اللي سوته للشعب من 2003 لليوم؟ شنو اللي بنته للشعب؟ شو 90% من المستشفيات من الحكومات السابقة والعهد الملكي، 90% من المجاري 100% هي من عهد السبعينات. الوزارات ومباني الوزارات هن نفس المباني اللي كان العراق عايش عليها قبل الاحتلال وبعدهم موجودين بيها. شنو اللي مطار بغداد نفسه، مطار أربيل نفسه، بنوا مطار النجف بس وش قدموا؟ بنوا مطار الناصرية وذاك جملونين بس. الكلمة الأخيرة مو بديهم، بديكم أنتوا يا الشعب. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر حلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.